انا وديت المنتخب لبطوله الامم، كنت اول المجموعه، انا اول مبارتين في تصفيات كاس العالم كسبان مباراه ومتعادل مباراه، فكلها نتائج كويسه. لكن النيه والرغبه من المسؤولين واللي كانوا يعني مفروض يخططوا للمنتخب بشكل افضل وبنيه افضل ويساعدوا المنتخب، ده ما كانش موجود خالص. وانا بقول يعني انا استغربت مره في احد المرات احمد نجات برضو بيكلمنا على المرتبات بشكل غريب جدا، لان اول ما اتاهلنا في كينيا قال احنا عاوزين يعني نتبرع لبطوله، قصدي للحادثه اللي حصلت لقطر الصعيد، تنازلنا على 10%. وسالنا بعد كده الفلوس دي راحت فين؟ ما نعرفش الفلوس دي راحت فين. احنا ما نعرفش الفلوس، وطلبنا نعرف الفلوس دي راحت فين، ما نعرفش الفلوس دي راحت فين. قبل كده برضو طلب مني التنازل على 10% من مرتب الجهاز كله. انا استغربت ايه موضوع المرتب، المرتب وتنازل، نتنازل على 10% مقابل ايه ولا الايه؟ لا ما هو ده كابتن حسام، معلش انا اسف، انا يعني اسف لقطع كلامك، ده جزء من الضغط، ده جزء من الضغط. انت دايما لما بتخش مكان وتبقى زي ما حضرتك بتقول ان يعني في محاوله ان حد بيزهقك، جزء من الضغط ان هو يجيب لك بقى سيره المرتب، الجهاز، طب تنزل لي على 10% عشان يخليك دايما حاسس بجلد بالظبط بالظبط، وحاسس بالذنب بالفلوس اللي انت بتاخدها، رغم ان ده حقك انت بتشتغل بيه. بالذنب يا ميدو، انا مش عاوز اقول على القيمه يا ميدو، زي ما هو بيحاول في بعض الاحيان يطلع يقول على المرتب بشكل لا خاصم منه الضرائب، وعاوز يصير الراي العام. وفي نفس الوقت انت عارف ان انا المرتب اللي كنت باخده، يعني كتير من المدربين في انديه هنا بياخدوا نفس المرتب، فانا مش عارف بيتكلم على المرتب. لكن انت زي ما بتقول وجهه نظرك سليمه جدا، هو كان بيحاول شيء من الضغط، شيء ان هو يزهقك، شيء ان هو مصر على المدرب الاجنبي. هو كان احمد مجاهد مصر على المدرب الاجنبي، وما مش مع كده، انا برضو بعيد عن فنجاده، ده جاب مدير فني اجنبي وجاب مدير فني للمنتخب اجنبي، فهو دي عليها 100 علامه استفهام. وفي نفس الوقت انا بقول تاني اللي حصل ده يعني احزننا كلنا، لان احنا في الاخر النتيجه كانت سلبيه وما حصلش توفيق، زي ما بقول، لان الكوره مش في الملعب بس ومش 90 دقيقه بس، الكوره كتير جدا، لازم تبقى مخلص، لازم يكون عندك نيه كويسه، لازم تكون متعاون مع الموجودين، والكلام ده كله ما كانش موجود، وكان كلها ظروف صعبه جدا جدا علينا. ومع ذلك انا كنت كل ضد التحديات دي كلها نيدو، واصريت ان انا ابقى موجود انا والجهاز، وانا والجهاز الناس اللي كانت موجوده معانا اشتغلنا، واحنا نجحنا يا ميدو، احنا صح. حققنا كل الاهداف اللي مطلوبه مننا لغايه ما مشينا، كنا محققين. والدليل على كده ان انت رحت بطوله الامم وكملت لغايه المباراه الفاصله لغايه كاس العالم، وبعد كده ما حصلش توفيق. فما تجيش تتكلم على التصنيف، عيب ان انت تحاول تضلل الراي العام، وعيب ان انت تخليني اطلع ارد عليك كده، لان انت كل شويه بتحاول تضلل في الراي العام وبتحاول توجه الراي العام لنقط ثانيه، وتقول هو حسام البدري اللي كان مسؤول على مباراتين السنغال، هو حسام البدري اللي كان مسؤول على بطوله الامم الافريقيه، انا طبعا كل شويه تتكلم على التصنيف وتتكلم